السلام عليكم طلاب. طلاب، هذا سؤال لسنين سابقة، راح نحاول انه اليوم نرسمه ونشوف نمط السؤال شلون يجي وشلون نبدي بالحل. مبدئيا السؤال هسه بغض النظر عن الرقم، يعني نشيل الرقم. Details of trolley wheel are given. Make a general assembly drawing using SOLIDWORKS. يعني عندكم هسه هذا trolley wheel، عجلة عربة تسوق، وهذه منطيني على شكل قطع. انا لازم ارسم القطع وارجع اجمعها باستخدام السوليد ووركس. مبدئيا صورة التجميع النهائي انا منزلها وملونة على مود انه تكون واضحة بها القطع. اذا اجينا للتجميع هنا كلش واضح انه هي عبارة عن ثلاث قطع، يعني انا عندي ثلاث الوان ملونة. التاير اللي راح يكون هو من الرابر مثلا، وهاي الفورك او الشوكة، وهذا البن اللي يثبت، وهي اذا اريد اتأكد من الرسم فاجي هنا هذا مسقطين المن للويل نفسه اللي التاير، يعني هذا انا عندي مسقطين، خلينا نفترض انه هذا الامامي هذا الجانبي موجودة بيه الابعاد، فهي قطعة. القطعة الثانية اللي هي الفورك نفس الحالة، فرونت فيو سايد فيو، والقطعة الاخيرة اللي هي البين ونفس الحالة انا عندي مسقطين. اذا اجي للمساقط اشوف انه البين هو اسهلهم، على اعتبار انه انا راح ارسم دائرة وانطيها اكسترود واخلص، هي 10 الدائرة وانطي اكسترود 60 خلصت قطعة، فاخلي ببالي انه هاي اول قطعة راح ارسمها. القطعة اللي هي الفورك هاي راح تصير على يعني مرحلتين، فاخليها اخر شيء. الشيء الثاني يعني ثاني قطعة المفروض ارسمها اللي هو التاير. تاير اني احتاج هنا ارسمه، بس لما اريد ارسمه لازم ننتبه الدائره الداخليه هاي الفاي 10 هاي لازم ترسم، ليش؟ لان هذه مجوفه اللي راح يقعد بيها البين مثل ما موضح هنا بالتجميع، فهذه لازم ترسم. الدائره اللي بعدها اللي هي هاي اللي هي فاي 30 هذا يعتبر بيرنج اللي هو هذا هنا مبين بهذا المسقط، يعني هذا بينتو عن التاير اللي هو المداس الاصلي، لانه يعني مداس الاطار 40 في حين انه العرض من البيرنج هو 50، فهاي لازم اني ارسمها. عندنا ست دوائر على شكل حلقي، هذه ست دوائر ثقوب ذني متوزعات بشكل دائري. اليوم راح نتعلم طريقة احنا سابقا ما اخذناها، احنا اتفقنا انه كل شيء نحتاجه راح ناخذه بوقته، فراح نتعلم السيركلر باتن، راح نشوف شلون نسويها على ما ارسم الدائرة كل شوية ارجع اعيد رسمها. الدائرة اللي من بعدها اللي هي فاي 80 هذه ما ترسم، هذه ناتجة من الفلت، يعني انا عندي فلت هنا نتيجة الفلت هي ظهرت عندي، مجرد انه انا اعرف من عندها الار مال الفلت، الار مال الفلت هنا مذكور 10، فهنا أنا ما احتاج بعد هاي الفاي 80 ما تنذكر المفروض، فان ذكرت او ما انذكرت هاي ما ترسم، هاي ناتجة من الار 10، لانه يعني القطر الخارجي هو 100، فاذا راحت 10 منها وراحت 10 منها فالبقت 80 هي هاي، يعني هاي الدائرة مال الفلت فما ترسم، بس هي تظهر على مود توضح لنهاية الفلت القوس، فهذه رسمها جدا سهل وراح نشوفه ونرسمه سوا. آخر قطعة اللي هي هذه لازم أرسم هذا الجزء من السايد فيو مثلا، وآخذ له حفر، يعني هنا نسوي له اكسترودد كوت ثرو اول، وبعدين آخذ السطح اللي بالأعلى وأرسم عليه دائرة وأسويها شكل اسطواني باكسترودد 50. راح نشتغل هسه القطع سوا، بس اهم خطوة انه اني افتهم السؤال واشوف يا قطعة اللي راح ابدي بها ارسم، لانه يعني اذا حللت بهالشكل هذا واشتغلت بهالاتجاه راح اوصل للنتيجة الصحيحة. راح نبلش هسه نرسم اول قطعة راح نرسمها، اتفقنا البين، فاجي افتح نافذة جديدة، هذه هو البارت. حاليا لما اريد ارسم القطع المستويات تقريبا ما تهمني كل شوي، يعني انا ممكن استخدم الفرونت ممكن استخدم الرايت، بس بالتجميع النهائي ضروري اني اختار الاختيار الصحيح. فرضا سنختار الفرونت، من الفرونت راح ارسم دائرة، الدائرة بالمركز قطرها 10، هاي الدايميتر مالتها 10، وراح انطيها اكسترود 60، هذا بالفيتشرز اروح اكسترودد بيس وانطي هنا 60 انتر، خلصت من قطعة كاملة. اضغط ممكن F عشان تصير ملء الشاشة، هذه هي القطعة الأولى، اسيفها انطي سيف، يسألني عن مكان التسييف راح اسوي فولدر جديد هنا، اسمي اي اسم يعجبني، انا راح اترك نيو فولدر، وهذا ممكن اني انطي اسم بن.
90 خلصت من اول قطعه. القطعه الثانيه حسب ما اتفقنا لازم ارجع ارسم هذا التاير. خلينا نشوف التاير شلون راح نرسمه. اعيف البن مفتوح، افتح نافذه جديده، راح اخذ هم فرضا فرونت. بالفرونت انا شو احتاج ارسم؟ احتاج ارسم دائره من المركز بالبدايه هذه اللي يقعد بها البن اللي هي العشرة، وبعدين الثلاثين اللي تمثل البيرنج، وبعدين المية اللي تمثل لي الاكسترنال دايمتر. فاني عندي هذه عشرة، هاي ثلاثين، هذه مية. هسه الدوائر الأساسية أنا رسمتهم. الشيء اللي ما نعرف الرسمة حاليا أنه شلون أرسم مجموعة دوائر على شكل حلقي مثل النقشة مال ويل السيارة كأنما، أو هسه هذا اللي موجود عندنا. الشغلة جدا بسيطة، أرسم واحدة من الدوائر اللي بيهم. حاليا إذا تنتبهون أو تذكرون هي عبارة عن ست دوائر اللي ندني، ست دوائر. كل دائرة القطر مالتها الفاي 12 وعن المركز مركزها يبتعد 25. فإذا أجي هنا أنا أريد أنفذها، أجي أرسم دائرة، هذه دائرة، أجي من الأوريجينال بوينت وأصعد بشكل عمودي بحيث يظهر عندي الإكستنشن لاين اللي هو هذا، وارسم دائره. هسه حاليا على لا تعيين، اجي بالسمارت دايمنشن اول شيء احدده اللي هو القطر اللي راح يكون 12. الخطوه اللي بعدها انه مركز هذه الدائره عن الاوريجينال بوينت، مركز الدائره الاصلي هنا المفروض عندي 25. انتهينا حددنا الدائره الاولى. هاي الدائره لازم تتكرر 6 مرات على 360 درجه. فبدل ما اني ارسم دائره تمثل لي مراكز لهاي الدوائر واقسم زوايا وغيرها، 360 اقسم على 6 وغيرها، المفروض اكفت شيء يساعدني بالبرنامج. الشيء اللي يساعدني بالبرنامج لما نشوف هنا هسه احنا بالسكيتش اكفت شيء اسمه لينير سكتش باتن. لينير سكتش باتن لما انا عندي فد شيء مثل المصفوفه، يعني شلون الهيت سينك على سبيل المثال اذا اللي فاتح البروسيسور على سبيل المثال، اكو بنات باتجاه اكس مجموعه من البنات، باتجاه واي مجموعه من البنات، مثل الرسم اللي هسه تقريبا راسمه بس على شكل مربعات، ممكن تكون دوائر، ممكن تكون مربعات، ممكن تكون اي جيومتر معين، بس يصفط لي اياهم بشكل باتجاه الاكس وباتجاه الواي، يكررهم على شكل مصفوفه. فهذا نستخدم له لينير سكتش باتن. اما اذا كان على شكل دائري حلقي فلازم نختار سيركولر، اللي هو هذا من المثلث نروح نختار سيركولر سكتش باتن. من تظهر عندي هاي القائمة أول مطلب يريد من عندي المركز تدوير هذا الشكل، فأنقر عليه أحدد المركز اللي هو الأوريجينال بوينت. تحدث عندي البوينت 2 اللي هي 0 0، يقول لها 360 درجة يعني لدائرة كاملة أني أحوط لك إياه. يعني أنه أحيانا مثلا على سبيل المثال اللي فاتح السواقة مان السي دي درايف اللي موجود بالحاسبة بيدش لي مو كامل، مو 360 درجة، هو صاير 120 درجة بس مثلا. فأحيانا أحتاج قطع كأن يكون ديشلي، كأن يكون رابر على شكل جزء مثل التاير، مو تاير كامل يعني جزء كأنما أنا أحتاجه لسحب ودفع فتشي، ممكن ما يكون 360 درجة. فهذا الأوبشن يعني أنتم ما راح تستخدموه، بس على المستقبل لو تحتاجوا احتمال أنه أنا أريد أسوي التدوير او النقشة مو على كامل الدائرة، جزء من الدائرة، فتغيرون هذه. حاليا احنا ما راح نغيرها، بقيت 360. اكوال سبيسينج هذه لازم تتأكدون انه عليها تيك على مود تطلع المسافات ما بين دائرة ودائرة هي متساوية. هنا أنا هذا الهاش، كم قطعة انت تريد؟ 4؟ لا انا اريد 6، فارفع العدد الى 6. بعد انزل هنا الانتيتيز تو باتن، شنو هو الجزء اللي تريد يتكرر على شكل حلقي؟ فانقر هنا واختار هذه الدائرة، تكررت عدي 6 مرات، انطي موافق. خلص هذا كل الرسم اللي نحتاجه. بعدين نروح للفيتشرز، نعطي هنا اكسترود. بالاكسترود راح اسوي خطوتين. الخطوة الأولى من اذا اسوي اكسترود اروح للجيومتري هنا، هو راح يسألني لأنه على اعتبار انه عنده هذا الجزء، هاي أجزاء، هذا الجزء، هذا الجزء، فراح يسأل، لأنه عنده أكثر من جيومتري مغلق، أكثر من سكيج مغلق، فراح يسأل. فأنا أول شيء راح آخذ البيرنج اللي هو هذا الجزء. هذا الجزء عرضه 50، فأختار 25 من كل جهة، يعني 25 من الدايركشن الأول، وأفعل الدايركشن الثاني، وأنطي من الجهة الثانية هم 25، بحيث أنا حصلت على 50. أنطي موافق. أرجع هنا
للبوس اكسترود انقر على هذا البلاس او قسم من الفيرجنات على شكل مثلث يطلع انقر على السكيج وارجع اكسترودد بوس اور بيس. هنا انا راح اسوي هذا كلير رايت كليك كلير سيلكشن. انا شنو اللي اريده؟ اريد هذا الجزء هالمره بس مو 25 اريده 20، يعني هذا العرض مالته النهائي 40، ف20 من هذا الاتجاه دايركشن الثاني هم عندي ايش قد؟ هم عندي 20. فصار عندي مداس الاطار هو عباره عن 40 20 ب 20 في حين انه منطقه البيرنج 25 25 عم يطلع العرض عندي 50. اللي بقى عندي الحاجه الوحيده اللي بقت هي فقط الفلت. انقر على الفلت تتاكدون انه انتم موجودين ضمن التاب المانيوال ومتاكدين انه الفلت تايب والكونستانت سايز، لانه اكو قسم يوم من الطلاب راح على الفول اراوند فلت وبقى حاير. تتاكدون انه انت على المانيوال على الكونستانت سايز، من الكونستانت سايز تختار العشرة، تختارون الحافة هذه والحافة هذه. اللي ما يتفعل عدة فول بريفيو يفعله فقط من أعلى مود يشوفه قبل التنفيذ، أنطر موافق انتهى. هذا كل الإطار انتهى. ممكن أروح للأبيرنس، ممكن ألقي فد هذا رابر وبي أنواع، أختار نوع من أنواع الرابر وأنطي الأبيرنس مال الرابر وأنطي سيف وأسمي تاير. كملنا. هسه نجي للقطعة الأخيرة. القطعة الأخيرة هذه بارت اللي هي الفورك. راح اختار اني الرايت بلين. من الرايت بلين اللي ارسمه شنو؟ اول ما ابدي ارسم بالاورجن بوينت ارسم مكان البن اللي هو شقد 10، وبعدين ارسم الدائرة 30. عم تكونون بالصورة. خلينا نرجع للرسم تشوفوه اوضح. انا دا ارسم هاي العشرة، والعشرة اكو هذا ار 15، هم اكو قسم من الطلاب رسمه والدائرة 15، ار 15 يعني نصف القطر 15، يعني ارسم دائرة 30، في حين انه هاي مكتوب فاي 10، يعني هي هاي القطر مالتها 10، هنا القطر مالتها 30، يعني هذا الار 15. اكو شغلات بسيطة بس على بساطتها، يعني اكو قسم من الطلاب مستعجل فدا يخطئ بيها. تنتبهون انه انا عندي دائرة بالبداية ارسم العشرة، بعدين ارسم 30، من 30 ارسم خط عمودي، خط افقي، وبعدين خط معي انكلاين بشرط انه يكون تانجنت، واكمل الرسم مالتي. اذا تتبعون الابعاد انا عندي ال 85 يكون من الطرف اسفل نقطة موجودة هنا بالفورك لحد السطح هذا المسطح، هذه 85. نرجع نكمل خطوة بخطوة. هسه نرسم الذولة. المفروض انا عندي تانجنت من هذا الجانب بحيث تظهر عندي هذه الاوبجكت سناب ذني النقاط. اخذ هذه النقطة، وهم غلطوا بها هواي طلاب ما اعرف ليش، النقطة ما كانت هنا بالضبط، كانت شوي داخلة للداخل، فبعدين من يسوي اكستروديد كوت يبقى عندك كأنما خط ممتد من طرف إلى طرف، وعالجناه انه ناخذ اكستروديد من تو دايركشن، بس المفروض اللي مشتغلها صح هنا ما يحتاج. راح اصعد عمودي وبعدين اتحرك افقي، وبعدين ارجع اتوقف شوي على الدائره بالماوس، شوي اتوقف راح يطلع لي اكستنشن لاينز ثلاثه. اول واحد تانجنت من هذا الاتجاه، وواحد تانجنت من هذا الاتجاه للدائره، وواحد يمر بالسنتر بوينت مال هاي الدائره. فاحنا ناخذ يا هو اللي على الخارج اللي هو هذا. خلص ارجع هنا بالترم استقطع هذا الخط ما احتاجه وهذا ما احتاجه، بقى هو هذا الشكل الفورك. اثبت الابعاد، من اثبت الابعاد ابدي بهذه هي عباره عن 10، ابدي بهذه. اذا ثبتت عندي ار فلازم اسجل 15، اذا قبل ما اسوي الترم لازم انا اتاكد مختارها 30 وهكذا. زين هسه البعد، البعد انا عندي من المركز لاعلى نقطه كان عندي هو عباره عن 85، بس لازم اطرح من عند الار اللي هو 15 في المتبقي هو 70، فهذه هو 70. وهاي القطعة من الأعلى هذا البعد هو عبارة عن 8، هاي 8. خلاص هذا كل الرسم اللي عندي هو هذا. إذا نرجع نشوفه هو هذا، هاي 80، هاي 85 طرحنا من عنده 15، هذا هو كل الرسم. أنطي إكسترودد 60 بالبداية وبعدين نسوي كات لل 50. يعني هسه هنا أنا أروح للفيتشرز أقول له إكسترودد هاي القطعة هي ل 60، انتهينا. هذا خطوة مهمة. هنا أنا أنقر على الوجه العمودي، هذا العمودي
يعني هسه اذا تنتبهون خلنا ناخذ من انا من الرايت، شوفوا هذا العمودي، هذا الوجه العمودي مو المائل. اذا نقرتوا على المائل راح يصير شغلكم غلط. على العمودي هذا هسه بهالشكل لما ادوره، وهذا العمودي فعلا. هذا راح ارجي هنا أنا بالسكيج ارسم مستطيل، شرط انه المستطيل يكون داخلي داخل الشكل، عدم من الاسفل خليه يخرج، ايش قد ما يطلع ما عندنا مشكله، انا مود اضمن انهم يصير عندي مشاكل بالكت. هنا أنا بالسمارت دايمنشن احدد انه المسافه عن هاي الحافه هي عباره عن 5، من الطرف الثاني هم 5، ومن الاعلى هم 5. ارجع اخليه ايزو، هذا هو عباره عن اكستودد كت ثرو اول، نختار من هنا ثرو اول. خلصت عندي هاي القطعه، القطعه المتبقيه هي على هذا الوجه من الاعلى نورمال 2 من هنا. انا عندي هنا دائره الرسم، الدائره ممكن اخذها من هنا اوريجن، العفو ميد بوينت هذا اكستنشن، ومن هنا ميد بوينت اكستنشن، وين يتقاطعون ارسم. ممكن قسم من الطلاب يقول مدى تصير عندي عادي، راح ارسمها انا هنا الدائره ما عندي مشكله، بس بعدين انا عندي البعد هذا المفروض 30، فجأة نحدد 30، وعندي من الأرجون بوينت لهنا أنا عندي 40، فهذه 40، فصار وصلت للمركز نفس الشيء. هذه شقد قطرها منطيني 40، إذن هذه 40. في نفس الشيء تيدون تشتغلون على الإكستنشن لاين، تيدون تشتغلوها دائرة وبعدين تحددون مركزها، تيدون ترسمون من هنا سنتر لاين بهذا الاتجاه، سنتر لاين بهذا الاتجاه، وين يتقاطعون، كل الطرق صحيحة. المهم انه انت الاسهل عليك اشتغله. نرجع هنا للفيتشرز، اكسترودد هنا على مسافة 50، وخلصنا القطعة هاي الفورك. انطيها اي لون على مود اميزها، فراح اختار مثلا سوليد، ومن السوليد راح اختار لون، العفو لازم نختارها كلها. وهنا راح اسوي سيفها فاسميها فورك. انتهينا، راح افتح نافذة هسه، بس هالمرة النافذة هو عبارة عن اسامبلي، ومن اريد افتح الاسامبلي اول قطعة لازم اجيبها هي الفورك، على اعتبار هي تعتبر البيس القاعدة لهذا التجميع. فانقر باي مكان يعجبني، ثبتتها. الخطوة اللي بعدها حاليا هي فيكس، شلون نعرفها فيكس؟ بين قوسين هنا بين براكيت اكو حرف اف، يعني هذه فيكس، لازم رايت كليك واحولها الى فلوت. زين هسه صارت قابلة للحركة، اجي بالميت اختار الفرونت بلين، الفرونت بلين انقر على هذا الوجه. تنتبهون نقطة كلش مهمة، اذا كان البلين هو الاقرب للنظر والجيومتري خلف البلين، اوكي شغلك صح. لو ظهر عندك بالعكس مثل هيك شيء لازم تغيره من هنا. المهم لازم يكون البلين هو الاقرب للنظر، الجيومتري ابعد للنظر. راح اقول له موافق، وهذا السطح اللي هو يكون عمودي مو المائل، راح انطيه موافق. اللي يريد يتجنب ميلانه اثناء الحركه بالفرونت هسه مثل ما سوينا قبل شوي، يقدر يسوي للتوب بلين ميت بالخطوه الاولى، هنا يسوي له ميت، يتجنب بعد انه يتحرك على الجوانب. الرايت بلين اخر واحد ناخذه ويا الميد بوينت اللي هي هذه. حاليا احنا كملنا، نضغط اف، هذا مكانه الصحيح. هسه نرجع الى فيكس، رايت كليك راح ارجع الى فيكس. من رجع F هسه اقدر اجمع البقية. انسر كومبوننت، راح اجيب التاير اسوي له ميت. انا عندي هذا الشكل الاسطواني كونسنتريك، يعني متحد المركز ويا هذا الشكل الاسطواني. بعد هذا الوجه مال البيرنج ينطبق على هذا الوجه مال الفورك الداخلي مو الخارجي، واذا ردت اتاكد شغله صح من اجي اشوفه من هنا من الفرونت، اشوف هذا جزء من هنا البيرنج وجزء من هنا البيرنج. قسم من الطلاب من سووا الميت سووا هذا الوجه ينطبق على هذا الوجه،
بحيث من هنا صار تداخل عندي بالمعدن بمقدار 5 ملي، ومن هنا صار جاب، هذا صار جاب فراغ، فتنتبهون عندي. هاي انتهينا من عندها. الخطوة الأخيرة لازم أروح أجيب البن اللي هو هذا وأسوي له ميت، هذا كونسنتريك ويا هذا، وأنا عندي هذا الوجه ينطبق على هذا الوجه، خلاص هذا كل الرسم. هسه راح أسيفه، سيف أسامبلي، أعيد في نفس الاسم اللي هنا. أنا خلص التمرين، تمرين كلش كلش بسيط، كل اللي يحتاج من عندكم انه تركزون تعرفون شلون تتسلسلون بالخطوات. يعني هسه اذا تراجعون بعدين الفيديو راح تشوفون الفيديو ما طول، ما اعرف اعتقد اقل 30 دقيقة، حاليا ما قدامي عداد ما اعرف، بس انا دا اشرح ودا اوضح كل الامور ودا انطي امور بالتفصيل كل هذا وما طول 30 دقيقة. فالرسم بسيط، كل اللي تحتاجه انه اني اركز شنو الخطوة الاولى شنو الخطوة اللي بعدها. اذا اخذت الخطوات بتسلسل صحيح، اشتغلت صحيح بهدوء، راح اكمل سريع. اذا اشتغلت باستعجال وبدون تفكير اكيد راح ياخذ من عندي وقت اكثر، واحتمالية انه تصير اخطاء هواي. اتمنى انه تشتغلوا ومتكملون التمرين هذا، دزولية مع نمود اقيمة اللي دزه لحد الان. هاي اكو مشكله، اللي دزه يدز لي على شكل قطع بارت، ويدز لي على شكل اسامبلي، يدز لي على شكل فوتو او بيكتشر، ياخذ له صوره على مود اقدر اقيمه. شكرا جزيلا.